التراكمات الدهنية بتهم كتير من الناس اللي عم يحضرونا، ولهذا السبب اليوم رح نحكي عن هالموضوع، عن كيفية معالجته وعن الوقاية مع أكيد دكتور نادر صعب مثل العادة. Thank you. أهلا وسهلا فيك ديان. أهلا فيك دكتور، خبرنا شوي عن تراكمات الدهن يلي بصيروا بالجسم، كيف فينا نشخص هيدا الموضوع وليش بصيروا عند كتير من الناس وخصوص السيدات؟ مثل ما بتعرفي التراكمات الدهنية بالجسم غالبا بتكون وراثية، لكن ببعض الأوقات بتكون سمنة عادية عند الناس يلي بيكون عندهم مشكلة بالميتابوليزم أو عندهم شراهة كتيرة بيصير في عندهم سمنة، لكن ببعض الأوقات بتكون وراثية جينية موجودة بالعيلة. وإذ منلاقي مشكلة يمكن تراكمات دهنية بمنطقة الذراعين بتكون موجودة عند الأم، تنتقل من الأم لبنتها، يعني بتمشي بالسلالة عند الحريم، يعني ما بينتقل عند الشباب إنما عند البنات، يلي هو فعلا مشكلة، وخاصة عند البنات لأنه بحبوا يتمتعوا بجميلهم، بحبوا حتى بوقت اللبس يبينوا انه هن عم بيلبسوا اشياء فاشن، وهذا يعني الشيء بيعيق هذا الموضوع 100%، لانه في كثير مثلا بيجيبوا التوب او بيجيبوا التيشيرت ما بتعود تفوت بايديهم، يمكن هي ظابطه عليهم، بنلاقي عالم كثير ضعاف بس عندهم مشكله ترهل بمنطقه، يعني كثير ناس بيجوا لعندي من وراء هالمشكله ديان، انه بتقلي عم بحاول اشتري ثياب بفوتوا فيي لكن ما بفوتوا بايديي بزنودي، هيدي المشكلة فعلاً كتير كبيرة. في شيء اسمه كمان بسمع عنه كتير يلي هو stubborn fat أو الفات العنيد، دهن العنيد يلي لو شو ما عملت السيدة رجيم رياضة دايت لو شو ما عملت ما بينزل، في مناطق معينة بتضلها موجودة مبينة بجسمها ظاهرة، شو فيها تعمل السيدة إذا ما نجح الفات أو إذا ما نجحت الرياضة بهذا الحال؟ يعني هو الدهن العنيد هو يلي ما بيقدر يدوب معنا، حتى لو لجأنا للسبور والدايت والرجيم ما بيدوب بجسمنا، هيدا هو الدهن العنيد أو الستابرن فات، لهيك هيدا هو المعروف بشيء اسمه السيلوليت أو التراكمات الدهنية، أنا بقول تراكمات دهنية ميتة ما بيوصل للدم. لهيك بحب اليوم أنه وجه الناس وقت ما بيكون في عنا هالنوع من الدهون العنيدة لازم على عمر صغير نستشير جراح تجميل وأخذ بنصيحته من خلال استعمال الليزر لتدويب الدهون واستخراجها من الجسم على عمر صغير، وبالتالي بنكون حفظنا على مرونة الجلد وبنكون حفظنا على الزراعين يكونوا نعمين. عمر صغير تقريباً أي عمر يعني؟ يعني حتى لو كان على عمر 15 سنة 20 سنة 25 سنة بيكون أفضل من أنه ننطر، لأنه كل ما نطرنا وفي عنا دهون متراكمة بمنطقة الزراعين بيزيدوا، مش بس هيك ديان، بيصير في عنا تشققات وبيصير في عنا ترهل بالجلد وبتصير المصيبة أكبر وأكبر. وهون بيصير إذا بدنا نلجأ لأي تدخل جراحي بيكون مش بس بالليزر، لأنه هون بنكون بحاجة لاستئصال الجلد المتهدل الزائد بنفس الوقت أكيد، وهيدا بفضل أنا نبتعد عنه. كرمال هيك بفضل عطول بالتجميل، ثقافة التجميل هي الوقاية لحتى نحافظ على جمالنا. يعني الناس شوي يمكن بيستغربوا انه يجي ما عندها مشكلة لشو بدها تعمل ليزر لإيديها، لحتى ما يصير عندها مشكلة بالمستقبل، ولأنه وقت ما بده يصير في ترهل بتصير المشكلة كبيرة وبيصير علاجها أصعب وأصعب. طيب بالنسبة للناس مثلا الضعاف واللي عندهم سيلوليت شو فينا مثلا نعملهم؟ في ماشينات معينة، ليزر كمان إذا حدا ضعيف وعنده بس ترهل مثلا أو تشققات شو الحل؟ اليوم إذا عندنا تراكمات دهنية
غالبا بالبدايه بتكون من دون تشققات ومن دون ترهلات. كرمال هيك التدخل لازم يكون بالبدايه لانه الجلدي بعدها مرنه، وبالتالي بنلجا بالليزر لتذويب الدهون واستخراجها، وهون الجلدي بتشد بشكل طبيعي وبنتخلص من كل المشكله اللي عندنا. انما ديان اذا صار في عندنا تشقق بالجلد ما يؤدي الى ترهلات وتهدل، هون حتى لو لجأنا إلى استخراج الدهون العنيدة بالرغم من هيدا الشيء بتترهل الجلد يعني أكثر. صح. هون بيكون العلاج باستئصال الجلد الزائد مرة واحدة، وهيدا يلي بيصير بفترة الحمل وبعد الولادة بيصير في عنا ترهلات، هون بنلجأ لشد البطن. أوكي. إنما بمنطقة الذراعين كل ما أخذنا بعين الاعتبار الدهون العنيدة المتراكمة وراثياً بمنطقة الذراعين، بنقطة صغيرة نقدر بالليزر نفوت نتخلص من هالدهون من خلال تدويبها وصقل البشرة يلي بيستغلق 10 دقايق لربع ساعة من الوقت لحتى نستعيد الذراع يلي كل سيدة بتحلم فيه لجمالها، ولحتى تتمتع بلبسها وتكون متصالحة مع زيتها من خلال ذراعين يكونوا ناعمين وتشبه أي إنسان عادي، وتتخلص من المشاكل الوراثية اللي عندها. طب كيف فينا نعمل وقاية تما نوصل لهيدا المرحلة مثلاً؟ بالأكل، بالشرب؟ وقت ما بيكون في عنا مشاكل وراثية الوقاية بتكون من خلال تسقيف الأهل أو ثقافة التجميل. نعطيهم هالهند لحتى ياخدوا بعين الاعتبار هالمشكلة الموجودة وراثياً بالبيت، غالباً بتكون أو عند الأمهات أو عند العمات، يعني من ميلة الأب أو من ميلة الأم، وهيدا الشيء يتكرر بالعيلة عند البنات ليس عند الشباب. أوكي صح، عطول البنت عطول عن جد الحبل وبالمينوبوز بزيدوا. لا تقتلي هم، كتير مبسوطين أنتو يعني الله يساعد الرجال عن جد عليكم بقى هيك. بقول أنا أنه ثقافة التجميل هي ضرورية لكل سيدة خاصة، لأنه الرجال ما كتير بيهتموا. صح. وبما أنه هي المرأة لازم تكون قديرة، ثقافة التجميل هي ضرورية لحتى تقدر توجه وعائلتها ليتخلصوا من هالمشاكل ويكون عندهم كامل الثقة بنفسهم بالمستقبل. هيدا الشيء جدا ضروري، ويمكن هيدا الشيء بيتكرر بعدة مشاكل. الكين على صعيد الأذن الوطواطية فينا نعملها على عمر مبكر ونخلي هالولد يكبر بكامل الثقة بالنفس. الكين على صعيد الأنف ما بدي أنطر لحتى أنفي يصير كتير كبير لحتى عالجه، مثل ما أنا عملت، يمكن عملت عملية لأنفي لحتى ما يكبر. أنا بحب شكله وقائية يعني كمان، بس ما بدي إياه يتغير مع مرور الزمن. ولأنه كل ما كبرنا كل ما كبر راس الأنف. صح. الدهون المتراكمة، كتير من السيدات ديان أو من البنات بيكون عندهم تراكمات دهنية، بيعملوا ريجيم ودايت بدوب وجهن وبدوب الصدر. صح. وبيضلوا الدهون العنيدة ما بيروح. صح. كرمال هيك الأم لازم تاخد بعين الاعتبار هالمشكلة، تزور جراح تجميل يكون عندها ثقة فيه، يكون طبيب عنده صدق وعنده احترافية يقدر يعطيها العلاج اللازم لحتى نكبر بسلام داخلي متصالحين مع ذاتنا. دكتور شكراً لك مثل العادة، معلومات رائعة. Thank you. مرسي لإليك، وبتمنى انك تكوني على طول من خلال هالفقره توصلي يمكن هالرساله البسيطه يلي بتقدر توقي مجتمعنا من المشاكل النفسيه اللي كثير من الناس بيعانوا منها اذا ما عالجوها على عمر مبكر. ان شاء الله توصل الرساله. ثانك يو ديان.